صوماليا الإحمان قد بعدنا يكون إلى حجورة له تاريخ ذي ذي مهمة ذي ذي يسند كتير مديو أساس كذي هو أنت والله قابلي وحنا لا دمان سراكيش سراك الحجين ك ألف ذي ذي دبل ذي وحنا لا يحاسس كذا بيا عمرو كذا بهم بليو سنة جورة ذا كنت إلى حال أساس كذي عينك حجورة ذا صوماليا وعمالين آدي آد مهم وها تاريخ وين له محاكور هذا تاريخ الصومالي آدي آد هو هاي مرعي مقام كله عيد الحوق الدل الصومالي إن سيدا سكر أيو تاريخ بس لو ذا يدا ما إذا ما قرب كسيدا الدل الصومالي ماشى إسبدل هذا عيد كله قبل عيني هاي يو وعيابي إسبدل هذا سكب اللوضي تليا عيد الحوق الدل الصومالي أيا كابلي لكن وحنا ربنا أنا دل كنا الصومر وايو إذا كان حوج دلك الصوماليات أي آدي آد دون إذا نوقت المعناية قاعدة أفريقية قبل كان عند الجنة هين أي وقت المعناية ويا هسي وقت يسي يتعرف لي سولها فكر كيسة عالمي جا يكيسة محمد هذا ناشنال كام محل جا أنت بوالها ويا هسي واس بدلي هذا وحبذا ناس كبدلي دون إذا مددي دلك الصومالية ظروفها دقيقة جدا دوريدا واحد بدن اسكب بدلي دلكين طبعا واحد بدن اسكب بدلي دوريدا واحد بدن اسكب بدلي دقال كي قبوا باوا دمال اولي دوريدا ترتمي محمد هذا كنت ترتمي محمد هذا عولمة يو جلوبلايزيشن كادوكا يا دوريدا سيدا لوكالا قابيسان يو لوكالا وحين يو سيدا لوكالا بدن يوم هاي تاثير كالويا لنا يو قيبها كلا دون قولة كلا دون الدنيا لو ترتبي وصار دماغي ما أنت دون ذي أنت هذا بدنا أنت عسك عسكر تكو ما ترتبي وحنا ترتنتا أقامت إيو حرفتا إيو محاك ولا هذا دقارة هي وحلم ذا لكن دل هذانا إلى ما أنت موجي إنه عيدا كم معمو أو عارم بعدين مجلو دل والبا عيدا كيسو بعدين هاي دل والبا دفاع كيسو ليه هاي دل والبا انت هداك اللي شرحي عيدا كنا قرر بسيد الجدهان عيدا كحوق دلك الصومال التاغية او الى انت من نمضة الى انت قرر نمضة الى انت الدين الى انت دلك الصومالية هي محاكو رادا دلك الى انت الدولة دي دسول يعني قضى بلاس التاغية هدن و يونيفرسال عيدا كسو او دلك اولي هنا انا هاسي انو لم يدلو عيدا كنا انت سوى مانطا ما أنت هو تاجين طبعا الشرع هو تاجنا ما أنت هو تاجين مركب مهمة دا إذا كحوق دلك الصومالي دلك أوليه وين تاس ما أنت هو حقوق درن إن هاي استاهنا وعدو جا أرجع حسدا عالمي جا الصومالي أنا مقدار كأهين مركب بودهان إذا ما تقرب كسيدنا ويكون جلنا دلك كاس قارن إذا كحوق دلك الصومالي ما أنت مركب إذا كينو ما أنت وحوري وتاريخي يعني وظروفها قارك دلك الصومالي ما تعيش ظروفها أو قارنة دلك الصومالي المسؤول كين قارنة محمد هذا هي على دقيت عالمك محمد صفر ماي أي نوك أنتي أو آه أربعها حج لماذا يا أرجع حسنا أرجع حسنا ما أنت صوماليا كتير تاين مت صوماليا أو قار أو محمد صوماليا يسمع ويقول صومالي يسمع توكلية دلك الصومالي يقول لي سيدي جبت لك هو ارجع اسا عالمي عالم كورنا ما يسوي مالي مشكلة عالمي يا جندة عالمي يا حمبارسين هي اجندة قرن حمبارسان ما لها اجندة قرن يا اجندة وزن نمو نمكا مانتا محوهاي عداوتي يا دغالكا كو هيا محوهاي دلكين وحيلين اجندة عالمي او اه اجندة هاس حج لماذا هي ارجع حسدا يوم حمد وراداي كوساب سد محو هاي عالميينتا افكار تقاركيد ديبكا بدن حلنا هي مركا انغونا ظروفها سا كان ان عالم كين صومالي تشو يمالو او اسن دي صومالي لا صفتو لا صفشدا محو هاي عالم صومالي لا صفتين وكما علينا وانا مد مانتا فودوداينيس مد مانتا فودوداينيس دلكا انو ديكو سو كبتو سياسه اهم دولة أهان نظام أهان وجب سوق أو مانت دلكي قيبها كلا دوان ودن ما مولدي سيكتا قنجليان أو أي كسي دماني سو سوماليا
dhul ka mid oo Soomaaliya ku yaalo oo cid ka mas'uul ah aanan jirin maanta way sii dhamaanaysaa ma jirto maanta dalka Soomaaliya taaka kasta oo ka tirsan cid iyo maamul iyo mas'uuliyad uu leeyahay waadii karna maamulkaasi waa taag daran yahay tabartiisu waa yar tahay waxba ka maqan kana ka dhiman waxa laakiin maanta dalkeenu meel aan laga talin ma laha iyadoo muddo dheer uu soo lahaa jiray dhul aanan laga talin oo ciidana aanay mas'uul ka ahayn oo qabaa'il iyo shacab Soomaaliyeed oo maxaa ku yahay xoolo daaqsata iyo beeraley ah ay degan yihiin oo ay ku nool yihiin oo ay sidoodaas iyo xeerarkoodii miyidnimada ay ku dhaqmaan oo ay ku wada nool yihiin maanta dowladnimaa dalka ka hanal qaaday dowladdan haddaan u soo noqdo taas marka waxaa sababay ciidamadeena qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibadeena caalamka looga yimida ee noo soo gurmaday anoo marka ku hadlayo sida magaca taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan ku mahad celiyo saaxiibadeena caalamka ee qaarkoodna dhiiggooda noo huray wiilashoodu ay noo dhinteen noo dhiig baxeen qaarkoodna dhaqaalaha ku bixiyey qaarkoodna diblomaasiyadda caalamiga naga kaalmeeyey ee dhammaan muxuu ahay ku wada wajahnaa sidii dalka Soomaaliya uu dib ugu soo kaban lahaa oo dowladdiisu ay u hana qaadi lahayd oo dowladdiisu dalka ay uga talin lahayd oo muxuu ahay dal dowlad leh oo dowladdiisu ay ka talisa dalka Soomaaliya oo u noqon lahaa oo aanu Soomaaliya u sii ahaan lahayn god madow oo waxa ku jira aan la garanayn oo wixii maxaaga kii dembiilaha adduunka kasoo cararaba oo ku soo dhunto aanay noqonin aada iyo aada ay noo dhibaysaa waxa ay nimanka nabadiidka dalka ay ka wadaan waayihii dambe waad aragteen dagaalka ay ku jiraan ciidamadeena qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meelaha u gaar waad aragteen xanuunka ay lahaydeen askari Soomaaliyeed oo magaca Soomaaliya wato calankii Soomaaliya halkan ugu dhegan yahay oo maxaan ku dhahdaa Soomaalinimada iyo calankii ciidda iyo u dhaartay wiil yaro ama adeer ugu yahay ama abti ugu yahay ama qaarkood ay dhali karaan wiilashooda la mid ah ee qoray sita ee la duur cidlaa inta lagu daaliyo laga horkeeno waad arkay dhibaatada ay leedahay nimankaani ma aha keliya qaar waxay maqaayad ka dhigeen ay qarxiyeen ma aha boqolaalka dhallinyarada ah ee Puntland iyo maxaan ku dhahdaa Galmudug dhulkaas ka tirsan lagu daadiyey aawa kuwi ku daadiyey xaggee aadeen xaggee jiraan waa fulayo gadaal ku gabanaya iyo jadda iyo geeraha dhexdooda caruurta yaryarkaan sidaa maxaan ku dhahay usoo maxaan ku dhahay halligayo halilay maxaan leeyahay waa ha ogaadeen waalidiinta iyo walaalaha iyo dadka soo anagu jiro war waa fulay muu soo raaco muu ku dhex jiro haddiiba la muxuu ah waxa uu caruurtan kusoo dhugooyo isaga uu aaminsan yahay caruurta inuu dhugooyo caruuraha naga laayo naga maran habaabiyo jiilkii beri soo kicilahay dalka iyo dowladnimadiisa uu istaagi lahay maskaxdooda in la qaldo oo la qalluuciyo la laayo oo la qaabdareeyo waayo dowladda Soomaaliya ma aya laayin mas-uuliyiintii maamuladii gacanta ku qabtay xanaano gaara dadaal gaara wacyigelin gaara iyo u baahayn caalamka amuurahaas waxaan leenahay ha u soo jeesto oo Soomaaliya ka kaalmeeyo wiilasha yaryarka ah ee waalidiintoodna waxaan leeyahay cabsida iska daaya soo doonta wiilashiina caruurtiina soo doonta u imaada cunugii shalay lagaa xaday ama lagaa xoogay maanta waa cunugaagii waa wiilkaagii dowladdaadiya gacanta ku hayso u imaaw oo arag oo dareenkii waalidnimo u keen shalay ay ka dhumiyeen kuwa ilmaha 12 jirka ah yaryar ee qaarkood aan qaan gaarin ee maanta joogaay waxay u baahan yihiin qalbigii waalidnimo iyo maxaan kura caatifadii waalidnimay u baahan yihiin waalidiinta laga soo qaaday caruurtaas laga soo xaday ama laga soo xoogay waxaan leenahay caruurtu way imaada arka sida ay ugu nool yihiin meesha ku sugan yihiin oo caqli celiya tusiya jacaylka iyo maxabada waalidnimo tusiya dowladduna iyo maamulada kala duwan dalka jirana ayaguna waxa ku dadaalmina jacaylkii wadaninimo iyo maxaan ku dhahay mas-uulnimo ayagana in la tuso caruurtaas lana hagaajiyo qalbigooda iyo dhaawaca qalbiga ay gaarayna laga booqadayo oo laga hagaajiyo ayaan ku dadaalmina kuna muxuu ahay dhiirigelinaynaa mas-uuliyadda gacanta ku hayso dowladda Soomaaliyana way daba socotaa arrintaas waxaan hubinaynaa ilmahaas Ilaahay idankiisa mustaqbalkooda siduu u hagaagi lahaa
oo kuwa naftooda wax tara naft qoyskooda wax tara qarankana wax tara siday u noqon lahaayeen ayay dawladda Soomaaliya ay ka shaqayn doontaa diyaar la yiraahdo ayagoo dib loo dhaqan celinaya diyaar la yiraahdo arba intaa kadib baryahan dambe dawladda Soomaaliya hadda kama shaqayn anaga yani caqabadana haysto waxay ahayd gacanna ciidanka ku dhis gacanna ku dagaalan oo ay la socoto wixii caqabadaha ee dal burburay ee dagaalada sokeey ka soo baxay ee dib u soo kabanaya hadda dhismayo wixii kale uu watay oo caalamka dhan uu la yaqiinay oo lagu yaqiinay dalalka burburay inay leeyihiin oo dhan waxaa noo dheer midda marka waa mushkilad duusaar dadka Soomaali iyo dowladoodaba aad iyo aad ayay runtii u adkaysi badan yihiin aad iyo aad ayay u adkaysi badan yihiin u dulqaad badan yihiin u dhiiran yihiin dalal badan dhaqaalo badan haysto xoolo badan haysto ayaa guulaha maanta Soomaaliya ay ku naaloonaysaa gaari waayey mas'aladu marka mas'alad dhaqaale ma aha mas'aladu marka mas'alad maxaan ku yiraahday mas'aladu waa mas'ala dareen iyo dadnimo iyo maxaan ku yiraahday wadaniyad xambaarsan waaye adduunyadu maanta annagu Soomaaliya shacabka Soomaaliyeedna waa ku faanayna guulaha wanaagga gaarnay waxaan rabaa inaan idiin sheego adduunyaduna maanta waa nagu faanaysaa arag Soomaaliya muxuu ahay horumarka ka jira la leeyahay waa nalagu faanayaa runtii marka shacabka Soomaaliyeed waxa jiraa waa waxaas wanaagaasaan wadnaa wadadaasaan ku jirnaa maanta ciidamadeena qalabka sida iyo saaxiibadeena caalamiga ee qaaradda nooga yimiday ugu horeyso muxuu ahay AMISOM ayadaan mar walba ugu horsiinayna laana waxa wax ugu qaalisan oo ugu qiimi badan oo la siinin oo ah dhiigga in la soo horo ayaa muxuu ahay AMISOM ay u hurtay dadkii dalka Soomaaliya iyo dowladnimadiisa dalalka ciidamada keenay dalka Soomaaliya gumaysi kuma naqaano dhulboo kuma naqaano qaarkoodna maba dhowaba oo muxuu ahay isma soo gaarno laakiin waxay u yimideen dabarka middaasi mahadcelinta koowaad waxaan leenahay hay-adda ka gaarto aad iyo aad u mahadsantihiin walaalihii kale saaxiibadii kale caalamka ee suurto geliyey u fududeeyey dhinac qalab dhinac tiknolojiya dhinac aqooneed dhinac khabiirnimo ku garab istaagay ayaguna ciidamada qalabka sida Soomaaliya inay dalka maanta xoogaga caalamiga iyo kuwa muxuu ahay wadaniyiinta Soomaalida ee iskaashaday ayaa sababay dowladnimada Soomaaliya inay inta baahda socoto ay muxuu ahay dalka muxuu ahay dacalladiisa kala duwan inay gaarto waxaa sababay waa muxuu ahay ciidankaas iyo awooddaas iyo muxuu ahay kaalmada caalamka aad iyo aad ayaan iyadana uga mahadcelinaynaa war waxaynana dhismaheenna ciidankeenna maalin maalmaha ka mid ah meeshan aan joognahay meel cidla ah oo baahdu ay galaan oo hawd oo geed ku yaallaan oo aan dadku dhex mari karin ayay maalin maalmaha ka mid ahayd oo aan dheerayn oo munoo muuqato oo aan u soo taagnayn oon soo arkayn maantana taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida uu yaalay sida uu dhiseen sooda markaa waxaan ka wadaa waxay mataal u tahay dalku marka degdegsin yaan ugu jirto waa ka garaabaya xanuun badan iyo dib u dhac badan iyo maxaan ku yiraahdaa wixii waan qabnaa waxaana inaan mar intaan iska tuurna ka baxnaya muxuu ahay qeybkeen wax la wadaagnaan jecelnaha laakiin dee tartiib tartiibay ku imaanaysaa waxaan rabnaa marka inaan fiirino socodkeen wixii shalay aan arkaynay iyo waxa maanta aan arkaynaa ahay waxay u yihiin daliil inaan socono sidaasoo kale ma aha keliya muuqaalka iyo qalabka ciidanku sidiisa kale lagu dhismaya dhinaca ma aha keliya hardwareka ama waxa adadaga guryaha iyo baabuurta iyo madaaficda qalabka bas ma aha ciidanku waxaa dhismihiisa ka socdaa isaga xagga moraalka niyadda disbiliinka aaminaadda waxaasoo dhan ayagan inaan weli wax badanaa naga qarba qarba ah oo naga dhiman laakiin waa dhismaya waxaan rabnaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidanka qalabka sidaba inay mathaali inay noqdaan oo ay mathaali u noqdaan heesta ugu dambeysa waxa ay kusoo gunaanadeen oo ahayday musuqmaasuqa in laga waayo ciidanka dhexdiisa horta ciidanku waa hay-adda aan aaminsannahay ama ay tahay inay ugu disibliin badnaanto kala dambeyntu inay ku badnaanto maxaan ku yiraahday ku toosnaanta waajibaadka qaran inay ku badnaato ilaalinta hantida qaran iyo hantida gaarka intaba inay ku weynaato marka musuqmaasuqu mar kale dadaal badan ayaa laga sameeyey laakiin
ولي وحبان نور دمن هاست وحي التلماميس أسكر حماها سركال حماها مشار أنو حقو لهن قاطها محاقر هذا قرام كأمحوا أسكريقا الدور كجر حماها محاقر الداودة كان محاقر جد كتاير كدعاها محاقر هاي بابور محاقر هذا يقلب في عين كل استعمالها وحاصلا وحوائي نصف ما صفحك مني إلا قبطوا العديو باين دعان أذك الوقبطوا باين عقيدة إن لقد نجي أبا أنت دفك أن سيهين إن أي وحى يكون تبا أن يسمين مثال أي جبتها القرآن صوت هذا أنا كل عليان ولا مسوما سوق واحد مسوما سوق وقف أما نور كذا حيوان أبا هذي باهي أو تعلم طلعان سيو أبا هي بيرك جرب يسولين عن تك جوستي يدبتيه هناك سيو نفط سي أنا كل ما نفط بدل هذا دور هناك بقى إن يركض هذا نوع باهية لايك الله هذا نجيب كيس كجوست أو هذا نقول دبتي هناك سي هذا دم عند دب واحد ما نيا سوما ما نقول كون شقي بدو نجيب كيس كجوست مسوماس وانتاس باهية كو هاي سه تدين ميسو قناعة قلب إن كهيل ميسي وحاط هنا يسه وقود ما نيا دل كاجا قود ما نا هذا كرامة بيلا محو مطن أو قرن أو تالنا أو دلا أو بابينا كذب بدل كحن كحرار عدو عن شيء ما كنا نقدر محمد هذا الشباب عن لنا وأجدنا وإلالنا وكذب علينا قرحيس بلايد سنة تجارمنا ما أنت سألنا وابس نقانا وابعد ودلنا لكن هل كحفيز كفديه أما إذا كه أما رأي كه هذا ما شو دونا جوني أما ندي لوديه هيا هيا جهزتي عيدك وارك ما يسير افكب وحسو محاوة هاي كافي كيرية ما انت لقومة جيد بل هلا هان حق أسيدر ما انت كان لقومة جيد بل محاوة هاي نمبر كان انتو فيه لك زيارة كرير محاوة هاي ما انت لقومة جيد محاوة هاي من كان يشيس لك قلق هوشان سوق الله هلا هي قلق اسكك وحاسي ورمي مركة دنبا مركة اقود دنبا يسو مير اقو حكا على حتى وين يسال نلاقي دمية دولة دمية يا بابا هي أدي يا ضعيفة يا وحيرنا ما لوين يا كلام هذي لين دي الكلام دي ولوين يا نص ما سوق دراني مركز بحاجة حتى ما له حكا حد حتى مين توبي آخر بال الدنيا بال توبي آخر بال الدنيا بال شو درس دنواتها إيش بين آدم قرن إيه نظام هذي أتسكت على زود العيا تحتها تي إلى إسكابات الرجال كم جابتها مقدم مرة دار حليت مر لإيمان جيدا مر مركا آخر بيت الدنيا بيت سر الصعود وده جروة متكلية ما مركا وحنا لنا هاي بدهان شعب الصومالي مصوماس وهلا جفوا وتكر فلكا هنتدا ومضى على سك إلى ليو هلا جفوا جادو وسخس الساس قرنير على سك ترى سولا من يجي فراي كعريب وسخين لعبت وارحوم بحشة ردت كي وسخيسا جفوا جاو يكو سخين حفر الجلن هذا هذه المسؤولية دي واجب كده المصارن نظام في الغرد يا مرسين هذه نظام كاس وحده حفر دمان هذا بتوني نظام كا نظام كا فرعي نظام كا واحد لكن إنت نظام كا كل لاحظ هذه كسر طابع سلا يكش كبريس كا الله لاحظه هذا والوار كا يا ممو هي أدى كتر سنتين وقع أبوي هذه كان وقع أبوي قرر كسر ما سوق يا محاكرة هذا يروسيكا أنت إذا يرد مساكين الصومالي إلى ذا مثلا الدنيا مثلا وانا كارميسا وحيابا وحجر الدنيا أنا نجا كارمين والدنيا أنا نسين أو دولة الصومالي أي بحسو دولة الصومالي هذا بخار من كي يلا العقول جت ما قبت دقة الصومالي إسلام تبع حشة قديم مدة عانا قديم مدة بابور كسارنا جت كمرة يسيء لعقت فقهه ده نقصه بحيوه لعقت وحاله كان الله كان سدنا تجود ومضى لو أديه لو بحية مركب لو لا دش وحواي و عبد الحمواي عبد الحمواي ما أفلحان مقبولستان دقة وحاسب جناح سنة ومقبولستان عمري عافمان كمقبولستان قويس يوم حنكر هذا هيبة إن شرف كمقبولستان مركب واحدين عوال مقبول تركا هكو هليلين
هذا بان تاي بايد وكبح سائلة إن كيس وحي إلى يقول بان عون إسرائيل وحكر عون ميسد مكا قال أنا مكا أصلا مكا إذا ما قلب إسرائيل ده ده لا ديري أيام مكا من على الموجي أدي أبو بلارا ومن ده تريه وكان كم تاي بايومتركا أسكري كستا إن محمد هذا بايومتريك سيستم لو سبب تكنولوجيا لا ديك سو سي أم باب محمد هذا هو يرير كاي إنه يوح إذا بمريان وفرصة بعاني من إن الاستعمار أسكر جاز فرت انتصار إيش انتصار مية سجها مشي أو لوجا مجوجها سيل عتيس مالك تاس مشي لوجا مالك تاس مشي لوجا هذي أو كتبه ومشي بس أكيد جرت مرك الإيران أولي مال هوا شاس ده مكاس أسكر واقف من أسكر جاز سركار في الطالع أسكر تنا محيد جنس ده ده أسكر يحل مجرين سركار حن باجنا سركار محل ولا لأن سركار هو جامي وليد ضد مورجوا هو جامي نياو هرك عياو أمر كيس كوبي منا يو أمر كيس كوب بدال يو محن كذا أمر كيس كوب يديد يو كل التون يو ما كان مسؤولية وين مسؤولية داس أيام وحيد ولا تا أو داس وحق سمينا يا أيام مسؤولية دا أيضا ولا إذا ماذا قال كسيدا إذا حقوق دا الصومالية قاف كمشاركة iyo qaabka maxaan ku raadahay takrifalka hantida dadaal badan ay ka sameeyeen runtii dawladda guud ahaan tii iyo wasaaradda maaliyadda iyo ay dawladda isku wada duuban yahay waa la daba socda khaladaad ma jiro ma dhahayn laana ma qadaa muhabba ka jirnaa ka soo bilaabo weli khaladaad ay jirto ciidankii ka dhex jiraan qaybaha kala duwan ee dawladda waa ka dhex jiraan mana ku doodayno in boqolkiiba boqol wax walba ay saxno yihiin laakiin waxaan ku doodaynaa horumar aan sameeyo waayna meesha shalay aan joogno waan ka nimiday waxaan u sii dhawaanaynaa u sii soconaa dhinacii muxuu ahaay albaabkii oo looga baxayay khaladaadka iyo waxyaabaha daciiftinimada ay jirto sanadkii hore bishii September aan soo saaray sagaal qodob oo aad iyo aad muhiim u ahayday oo ciidamada iyo maxaan ku yiraahday maaliyadooda iyo maamulkeeda iyo wuxooda aad u tilmaamayay in badan oo ka mid ah guud ahaan dawladduna waa isugu tagtay ciidamaduna waa u istaageen in badan oo ka mid ah waa la dhaqangeliyey qaar kalena waa la bilaabay waa socdaan waxaanan ay loo dejiyo loo sameeyo waxay ahayd in laga yimaado mugdiga horta meel cad bannaan meel nal ka daaraya bal soo istaago markaasaa shaatigaagu waa qurxan yahay iyo maya shaatigaaga dhiig qowliya markaasaa lagu dhihi karaa laakiin hul madow oo halkaas markaad ku jirto oo lagu garab muhiimadu waxay ahayd bannaanka horta in loo soo baxo mishaarkii bixintiisii garaamkii dhiibistiisii gaarsiintiisii dabad kicistiisii askari inuu gaaray in kara askari inuu gaaray in kara hubinteeda iyo xaqiijinteeda wax walba waa adeegsanaya militarigeenna civiliankeenna madaxdeenna saraakiisheenna qariskeenna dhammaan waxaan isugu tegaynaa inaan xaqiijinno waxa yarka ah ee dowladda soomaaliya ay haysata ee ay ugu talagashay miisaaniyadeeda yartaa ku jira ciidamada qalabka soomaaliya inay gaaraan dhammaan inay gaaraan maanta dhammaan ma gaaraan kuwaa jiro dagaalamayo qoryasito dalka difaacayo weli aanan muxuu ahaay si rasmi ah aan ciidankii iyo wixii aan uga mid ahayn oo waddadii ciidamayntii wixii ay ka maqan yihiin awoodda dowladdo gaaban ee gaar weyday laakiin muhiimadda waxay tahay wiil kasto soomaaliyeed iyo gabadh kasto soomaaliyeed oo u taagan dalkan in la difaaco ciidamadana inay ka mid noqdo xuquuqdana inay helaan shalay ma jirin maanta inta ciidan ay xuquuqdooda heshaay shalay ma ayaan helin inta dhiman ee yarna waxaan leenahay waa tiraysaa arrinta labaad ee muhiimka waxay tahay ciidankeenu si uu muuqaal qaran u yeesho shalay dagaalka shabaab waxaan ka bilownay cid kasta cidda shabaab dhagax ku tuuri kartaa meeshii ay joogtaba ha kaga tuurtaanba waa lagu guulaystay siyaasaddaas oo weliba dowladda annaga naga horreysay kumeelgaarka u dambeysay iyo caalamkii badiga ay ku ay dejiyeen annagu maanta marka waxaa u nimaday ciidamo jira dagaamo ka jira beelaha iyo qabaa'ilka degaanada degani ay ka tirsan ceeb male eeg male ma xumo waa wiilal soomaaliyeed oo qor u qaatay naftiisana la yimid oo frontiga keena inuu dhinto u yimid degaan kasta soomaaliyeedna reer soomaaliyeeda degani geeda keliya kuma yaallaa degaanadeeda degaankaas ciidanka jooga marka inuu reer hebel yahay ama reer hebel u badan yahay heebna maaha ciladna maaha laakiin maantaa waxaan ka shaqaynaynaa inaan degaamadaasoo dhan ciidamada isku keenno la isdhexgeliyo muuqaal qaran loo yeelo toban kas
ويل الصومالية عند ماذا قلب كسلام عندما حوك الدرك سما كتر مرتع تمن دجان اللي ككلم بدين أو تمن رياض أي كليه أو محام في رادع أجندة قرن يواجب كقرن وياه مت سو كان مدين أجنده قبيل أجنده دجان كي إن كي مدار الله وحنا كشقيين دجالك حوجا وأنا لوب جيدة يا أرد تسأل سمعنا لكن هذا وان بلاوني وان وانا وانا دردر قليلنا دولة الصومالية أدي أدي أنا دولة أردت لي رأس بفكة إذا ما دو مهمة ده الكويت هو الرأي حق إذا ما دو دولة الصومالية ما تأي لا هاي واي إلى هاي إذا كيس وانا دقاجنا هنا وانا وانا كبوري سرنا مركلة حربا هنا بوجاديو ودعي إلى هاي إنه جندي سفر دوس كورابي قوة أبدتي أيق أدرك الدافع عن إلهي كبر يا يام وجد عيننا قوة دعوة مي إن إلهي محمد الله عاد الدكسيو ضد أقصر إلهي كسيو قوة أقوم توبي على أن والدك صومن والدك صومن ورين كرم لكن دولة الصومالية هذب أودين تجل أكتر هي هذب أنت أي جاري كرتو قلبي جيني كي يالان وانا متاعنا وانا دبجو جينا ديالي لان أنا عم بري هنا عند عمر كله ثالث كعينك حوج الدرك الصومالية هي دمان عيد من حوج الدرك الصومالية سنة دولة كنت في اللحاب ووقت ده كنت في اللحسانة مدير قابنا وحوجا عن هردي يكستو يكشفته لكن هذا نه مال الجاري مكان سحنا إن ماشي هذا هو سعنا وأنا جاري إن مال كسر صبي صدي علينا أنت كتب درك الصومالية ملك السؤال جوجا دل يدبدب حنا أيها الكتب قادين وسجدين إلا قرب استاب إذا ماذا نقرب كسيرة جودهان قارهان إذا كحوج دم الصومالية دول في بادية هي قرفة هي كريل هي روب هي دحنة أنت بقى تاجر ودول في جرة إلا قرب استاجو حلا هاي دم عن دم الصومالية تحقق الصناعة عينا هنا إسك إيراليان خدع عليها إيو خائن ماذا عدو إيو بروباغاندا عدو ما له والبلدون إيو إن عيد ماذا لغو إيو إن إلا الله يارو إلا وحي أنا إسك إيرالينو دعايدها عدو عيد ماذا صاحب بدن أي نوسو قرمدين نلجو غير نلد دقالما إيو دعايدها رخيسك إيو حيابها قاركود لغب حيني يبين أمونك لغي شيء دلك الصوماليا ليرا كنت في لحظة سنة إلى الشيء كهر أيو حروبي مركل جميس ومن أوكره جميس لما جلي وار جميس يا تعالى قد عيا كان على قد عيا أكن ما أن أنو أسود جسنا ثلاثة اللي قعدتين بسونا قط كنا لجوا جاي وحنو كالمين يا ثلاثة اللي قعدتين بسونا قط وأنا نرجع حنا وحكر وحكر الجوش اليومي والجوي dadar kaaski wadadaas dheer dhig badan la marayo dibaatooyin badan ku jira qasaarina dacay dad baa muxuu ah wax gaarayaan hanti baa laga yaabaa inuu ku burburto laakiin ujeedada ka weyn ee loo socdo ee dalkan iyo dadkiisa iyo diintiisa in la difaaco ayaa qiimo kasta ka weyn iyo dibaatkiisa xanuun kasto dhaco taas yaani qiimaas aan raadinayn inuu socono oo soo dhadhamina haddana aan aragnaa ka weyn markala waxaan la ciidan qalbiga sida guud ahaan ee dalka Soomaaliya ha guuleysto قال هان عيدك كحوق قدلك الصوماليات سنة جريدي كنت اللي حاب ما أنتوا تعلم أصلا حلا أنا هجريست دلك الصوماليات مركز الجوعان حلا هم بليو إن كنا جريستا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.